لو الحكاية فيها إن فيديو نحاس تقييد ذكرى محمد طلعت حرب المرحوم الأستاذ الدكتور محمد عمر، أيضا من بين المانحين بنك الإسكندرية وبنك مصر إيران وبنك مصر إيران للتنمية، وجائزة الأستاذ الدكتور بطرس غالي والأستاذ الدكتور لبيب شطير والأستاذ الدكتور أحمد حسني أحمد والأستاذ الدكتور صديق رفائيل والأستاذ الدكتور عبد المجيد فراج والأستاذ الدكتور حسين خلاف والأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن البدري، أيضا من بين المانحين الأستاذ الدكتور مدني الدسوقي والأستاذ الدكتور محمد فتح الله الخطيب وبنك تشيس والأستاذ الدكتور والأستاذ حافظ إسماعيل والأستاذ عبد المنعم، هي أول خريجي قسم الاقتصاد وتستحق الجوائز التالية: ما شاء الله أول جائزة البنك المركزي المصري، جائزة البنك العقاري، جائزة تقييد ذكرى محمد طلعت حرب، جائزة الأستاذ الدكتور زكي هاشم المحامي، جائزة الأستاذ الدكتور يوسف النحاس، جائزة بنك إيران، جائزة بنك الإسكندرية، جائزة أحمد حسني أحمد، جائزة الأستاذ الدكتور عبد المجيد فراج، جائزة بنك تشيس الأهلي، جائزة سابقة الرفاعي. ما شاء الله.